مساء الخير على أهلي وناسي شعب مصر العظيم. الموضوع بتاع انت ليه طلعت تتكلم بعد 15 سنة، انا هجاوبكم عليه، يعني السؤال ده انا هجاوب عليه، بس ده عايز وقت طويل قوي. ولكن انا عايز اوجه للسيد رئيس الجمهورية، لا للسيد اللواء كامل وزير، هو واللواء عصام الخولي والمجموعة اللي كانت شغالة الاغنيه دي. ومن الاغنيه دي ممكن تقدروا توصلوا انا كان يعني ال 15 سنه دي كنت ساكت ليه او ساكت عشان ايه، ولكن انا هتكلم فيها طبعا باستفاضه وهشرحها لكم. يعني الاغنيه ايه؟ يعلم ربنا ان انا عمري ما ظلمت حد، انا بشتغل معاكم بقالي 15 سنة، وهتكلم على اخر حاجة. جميع الجرائد، جميع الصحف، جميع المجلات كتبت عني ان انا انسان محترم وراجل مكافح وشاطر ونجحت. اي نعم مش كل الشعب مصر كان يعرفني ساعتها، ولكن انتوا اللي شاهدتوا ده. واخر حاجة كان السيد احمد موسى جابني في برنامج والناس كلها شافته وكل شعب مصر شافه ان قال عليا راجل محترم، واحنا عايزين يبقى فيه ناس شبهك كتير، وبرافو عليك يا محمد. ده في البرنامج بتاع السيد احمد موسى، انتوا اللي شاهدتوا بده. وكون ان انا اشتغل في الجيش 15 سنة يبقى انت بتشهد لي ان انا راجل محترم وراجل مية مية، وإلا كنت مشيتني من بعد سنة. ازاي بتشهدني بعد 15 سنة انتوا بتشهدولي ان انا مية مية ومقاول شاطر وعندي فكرة وعندي رؤية، وفجأة بقيت حرام ونصاب وشاذ وبتاع نسوان واخوان؟ مش مصدق يعني منين بتقولوا كده عليا، ومنين دلوقتي قلتوا كده عليا؟ لما قلت هنجاوب بالاغنية. انتوا ناس مش طبيعية، يعني مين بتشكروا فيا كده؟ ولما جيت قلت عليك ان انت نظامك فاشل بقت كل التهم الغريبة دي. ونص مليون لحد الاعدام اللي شهر لي فيديو، يا نهار اسود ليه كده؟ الايام خلتني اشوف يعني ايه يا ريس. انا راجل، قلت لك انا راجل شعبي مش عيب، ومش بقى بتاع سياسات وحركات واقتصاد وعلوم سياسيه والكلام الجو الجامد ده خالص. انا راجل شعبي. الايام بقى هي اللي علمتني، افهم يا حمار، في حاجه اسمها الايام زي العلم بالظبط، ما تستهونش بيها. علم الشارع ده علم عظيم. الايام خلتني اشوف ايه وساختك انت واللي معاك كتكم القرف. وقت الشده مين اللي سابني؟ لما قلت للناس اللي معايا الجيش بيدير غلط، او مش الجيش يا سيدي، إيه اسمه ايه ده عبد الفتاح السيسي؟ ما مش الجيش عين اللي بيدير، اللي بيدير عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح السيسي بيدير غلط. خلى الجيش بتاع ايه؟ الجيش ده لحمايه الحدود، لحمايه الحدود، لامن الوطن من اي عدو خارجي عايز يجي يغتصب الوطن. ولكن مش الجيش بتاع سمنه وقوات الجمبري وبتاع مقاولات. ايه يا عم؟ هو الجيش هيشتغل كده؟ طب والشعب يشتغل ايه؟
انا مش بهجم مع الجيش، مش عايز الجيش يتهد. الجيش لحماية الوطن، بيحمي الوطن، بيحمي الارض، بيحمي اخواته من العدو الخارجي. اما الشرطة فالشرطة هي الاستقرار والامن للمواطنين، مش للترهيب. اخواتنا يحافظوا علينا، ولو عندنا مشاكل انا بخانق واحد صاحبي هو اللي يحجز وهو اللي يفصل ما بيننا عن طريق القضاء. دي وظيفة الشرطة، مش للارهاب والتخويف وقلة الادب. يا اولاد الادب اسمع يا تريلا، يبقى يقعد ويحاسبني. انا حاسبني وحقي هاخده، مش هسيبه. صح، بتشغلوا المقاولين وتشغلوا الناس، حتى اللي معاكم المواطنين المدنيين من شعب مصر سخر. تصحي الساعة واحدة، الساعة اتنين، الباشا عايزك. الباشا عايزك دي يعني لازم في ثانية يبقى هناك. لا تقدر لا ظروف ولا ليه اوقات عمل. هنا في دول اوروبا ليه مواعيد عمل يا سيادة الرئيس، من الساعة كذا للساعة كذا، بعد الساعة كذا لو انت كلمته ممكن يرفع عليك قضية. الراجل خلص شغله، في حاجة اسمها ليه الحياة، عايز يستمتع بحياة عنده، ولاده، مراته، ابوه، امه، اخواته، اصحابه، قهوته، كافيه بتاعه، اي حاجة. ما ينفعش ان انت تشغلنا بالسخرة. محمد علي الساعة كذا، الساعة واحدة تجيبني تزحفني من اسكندرية ولا مارينا لحد عندك عشان الباشا عايزني، وما اقدرش اقول لو بموت انا لازم اروح اقابله الا لو اجيب شهادة مرضية ان انا عيان وبموت عشان يسدك. عيب، احنا اخوات، ما ينفعش. دي معاملة الاله للعبيد. نكمل. معلش النت. انا مش نصر الصعيد، انا اغلب خلق الله، بس بجد طفحت منك ومن المنظومه اللي حواليك. رجالة اللي خانوني، اللي سجلوا لي فويسات وانا بقول لهم الجيش بيدير غلط والسيسي هيودي البلد في داهيه وكامل الوزيري ماشي ورا هوا الحمار ده هيدمروا البلد، سجلوا لي فويسات وراحوا سمعوها للجيش، عشان كده الجيش نفخني. فكنت هادي جدا وسبت لهم فلوسي عشان اعرف اخرج بره البلد. لازم تسيب حاجه للكلب، فسبت لهم العظمه دي. الرجاله اللي خانتني اللي بتتفشخ دلوقتي من الجيش وبيقبض عليها، شايفين الايام دوارة ازاي؟ ده اللي انتوا اشتريتوه؟ قلت لكم خاينين. للاسف حاجه تحزن، ده جيش، الجيش لحمايه الوطن. نكمل الاغنيه. معنا وقت. طبعا مفاجأة، كنت هتشتروني بمليارات وكنت هبقى من اغنى اغنياء مصر. بعت المليارات
واشتريت اهلي وناسي واخواتي فشختونا. هو معنى يكون معايا مليارات هنساهم؟ لا مش هنساهم. وخليه ومش خليه ما انتوا بتعرفوش ان بقى في رجاله بتقولوا ان في انت. انا مكسوف مش عايز اقول كلكم يعني طبعا استحاله اكيد فيكم ناس محترمه وانا عارف ان في ناس محترمه وبتكلمنا عشان حق ربنا، ولكن للاسف اللي بيديروا المنظومه اللي حواليه والله انتوا بتعرفوا حاجه عن الرجوله. انا ما بشتري، انا حدش يشتري من الفلوس يا عشان كده خضيتكم عملت لكم فجاه. كنتوا فاكرين ان انا بقى عشان جواكم مش هتكلم، لا مش هنبيع الغلابه كاتكم البلد اسمع. احمد موسى كان بيبصني وبيحضرني لما كنت مع اني ما عرضتش، انا كنت بتكلم على البر التاني معاه في الحلقه وانت شفته الحلقه، ودلوقتي بقت خاين وهارب ونصب على ابويا وعلى امي واخد فلوس اليتامه وشاذ وملحد وكافر واخواني وليبرالي وعلماني وماسوني يلا وبوذي وفودي. رايحين علام، ما هو مش في العلام ليه؟ الشارع برضه علام. من صلاحتي ما تزعلوش، تعرفوا ليه دلوقتي؟ وتفتحوا لي ليه؟ ما انا كنت نجم عندكم في المقاولات. المؤتمر فكيت الزبيبه بحطها تاني عشان الناس تصدقت يا دي اجابه بس، بعد كده هشرح لكم الباقي. مساء الفل على اهلي وناسي واخواتي، والله العظيم ربنا هيكرمنا. اوعوا تخافوا، خلاص خلصت ومفيش دم، انا وعدتكم ان شاء الله هناخد